لطالما هزنا الحنين وشملتنا الرغبة لزيارة الأرخبيل الذي يقع على بعد بضع كيلومترات عن سواحلنا المغربية. فقررنا زيارتها. استخدم الحتى يزرقان زند غادي دنا إلا الحمد أنت ما زرت. لماذا هي مباركة؟ لا تخاف. لماذا هي غنية؟ فها هي المغامرة قد بدأت للتو. أحمد صابير أستاذ باحث هنا أقدم نفسي بصفتي باحثا في الثقافة الإسبانية الكنارية في علاقتها مع المغرب. الحلقات العشر التي يتميز بها ويتميز بتقديمها فريق أمودو هي في الحقيقة فرصة لاكتشاف ميدان نجهله وهو قريب منا جدا، لأننا نحن لما نتحدث عن جيراننا نتحدث بالأساس نفكر في شمال في إسبانيا وننسى أن لدينا جارة. أنا إسبانيا كذلك عن طريق جزر الكناري أو جزر الخالدات قريبة منا على بعد ساعة فقط من أكادير. انطلقنا إذن لاكتشاف هذه الجزر السبعة الغامضة. الفضل يرجع إلى أمودو للتعريف أو لتقريب هذه الجزر وثقافتها ولغتها وحضارتها إلى المغرب، خصوصا وأن هناك ماض تاريخي مشترك عميق جدا فيه قرابة، أقول قرابة عائلية بين الأجداد بين جزر الكناري والمغرب. انطلاقا من يعني أقول الأشخاص أو كتلات الأشخاص الذين التي تم تهجيرها من طرف الرومان من المغرب إلى جزر الكناري. لماذا هي مباركة؟ لماذا هي غنية؟ ولماذا هي خالدة؟ ذلك ما سنحاول اكتشافه خلال سفرنا هذا ومقامنا بهذه الجزر، عسى أن تنكشف أمامنا أسرارها، أسرار جزر الكناري. وكما قلت فهذه ميزة تكتب بمداد الفخر لأمودو لتقريب هذه المنطقة حتى نتعرف عليها، لأنهم يكادون يعرفوننا بما فيه الكفاية، وربما أن المستقبل يتطلب أن ننفتح أكثر على بعضنا، وهذه نافذة بل بوابة كبيرة جدا ننفتح من خلالها على جزر الكناري، وسنكون من المستفيدين من كلتا الجهتين. ديك الفكرة ديال غانيون غانيون، بحيث أن الكناريين لديهم أقول تشبع من ناحية السياحية، ونحن قد نستفيد من هذا التشبع، في حين أن لدينا الكثير من التراث الذي يفسر ما تختزنه جزر الكناري، وهذه بوابة مفتوحة للمستقبل.